مطار تفتناز عبارة عن مطار حوامات فيه قسم من الحوامات الكبير معطل. مطار اللي موجود في البوكمال شمال البوكمال عبارة عن مطار زراعي. نحن تركنا المخيم لأهل المخيم لأخوتنا الفلسطينيين يقومون بمعالجة هذا الموضوع بالشكل اللي بيشوفوا مناسب لهم لإخراج المسلحين من المخيم، فما إن أي تواجد داخل المخيم نهائي. إذا كان هذا المخطوف فينا بطرق عسكرية نخلصه من الخطف بحيث ما يتأذى، نسعى إلى ذلك. إذا كان شفنا أنه ما في مجال بعملية عسكرية، نتواصل مع جهات شعبية وجهاء في المنطقة. اختراق أو العدوان إن صح التعبير أيضاً الإسرائيلي الأخير على جمرايا في ريف دمشق. هالمركز هذا لو جينا هلأ شفنا عدد المرات اللي هاجمته العصابات المسلحة من أجل تدميره، الاستيلاء عليه وتدميره عشرات المرات. لما فشلوا في التأثير على هذا المركز، إسرائيل شافت أنه هي لازم تقوم وتنفذ بطيرانها هذا العدوان. ليش سوريا ما بترد؟ نعم، العدو الإسرائيلي هو اللي رد. عندما يرى العدو الإسرائيلي أن أدواته تلاحق وما حققت نتائج، اتدخل مثل ما قلنا. أيضاً هو رد على عملنا العسكري ضد العصابات المسلحة، فهو اللي رد. الجيش العربي السوري البطل الذي أثبت للعالم أنه جيش قوي، جيش مدرب، جيش لا يمكن أن ينكسر.